انا بحب ابويا قوي، بس يعني من ساعه ما طلع على المعاش ما بقاش له حد في الدنيا غيري. يا واد خلي عندك دم واقعد معايا. الساعة 3 الفجر يا بابا، روح نام وما تصحى نبقى نلعب. اخص عليك الحيوان يترتب على يا واد. ايه يا بابا؟ نعم يا بابا. يا واد هات القصافة وتعالى قص لي الودن اللي طالعة لي في ضفري. قصافة ايه بس يا بابا؟ أنا عندي امتحان وبذاكر. يعني المذاكرة ولا ضفر أبو؟ يا ابني المذاكرة مش هتنفعك يا ابني. أمال إيه اللي ينفعني؟ بر الوالدين يا ابني اللي هينفعك. يا ابني يا واد يا ابني ساعدني، روح هات لي ألبوم الصور اللي فوق في الصنداله عايز اتفرج عليهم. يا بابا ما بقاش في حد بيستعمل ألبومات الصور دي دلوقتي، كل الناس بقت على الانستجرام. ايش تخرم ايه يا ابني؟ ما انت عارف ان انا بطلت الشجاير من زمان. سجاير ايه بس يا بابا؟ الانستجرام ده ابلكيشن عشان وقت ما توصل تتفرج على الصور ما تضطرش كل شويه تفتح الصنداله. استغفر الله العظيم يا ابني، انا مستحيل استعمل الحاجات دي ابدا. وعشان الحب فعل مش كلام، عملت البابا اكاونت على انستجرام عشان يفضل دايما في تواصل معايا ومع العيلة كلها. بس يعني فضلت مشكلة صغيرة. ماشي يا واد قول كده، نزل شورة انا وجدتك بس انتوا ما تعملش عليها لايك. دي عايزة لها بقى حلقة لوحديها.